السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة الكرام، حبيت نشارككم اليوم إن شاء الله موضوع مهم جدا نتكلم فيه على واحد الشيعي الباطني اللي واحد ما فايق به، وهو مغربي مغربي. هذا السي المروكي، هذا المغربي اسمه ايلان رشيد. ايلان رشيد يدعي المعرفة ويدعي الفهم وما إلى ذلك. شوف في الصندوق نتاعو واش كاتب. كاتب قناة فكرية، يعني عن القناة نتاعو، قناة فكرية تبحث في مجال نقد التراث الفقهي الإسلامي. الفقه الإسلامي سماه التراث الفقه الفقهي الإسلامي. واش قال؟ نقد، نقد يعني ينقد في البخاري ومسلم والكتب التسعة، هذا الجلف هذا. ودخلوا كتبوا برك في اليوتيوب قناة أيلال، أيلال رشيد، أيلال رشيد، هي اسمها أيلال أ إيكراك إل أ إل رشيد. وراه ينشر في السموم نتاعو. ودرك نعطيكم جزء من الفيديو تشوفوه وحكموا عليه، ومن بعد نعقب عليه ان شاء الله ونريدو الفهم نتاعو. كتاب الغسل، كتاب الغسل وباب الغسل بالصاع، باب الغسل بالصاع ونحوه. الحديث هو هذا، إذا كنتم تلاحظون بداية الحديث هو هذا، سأقرأه عليكم، ونهاية الحديث في الصفحة الموالية. رقم الحديث 251. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. الحديث رواه البخاري كما قلنا، ورواه مسلم أيضا بترقيم 320، وروي في التحفة برقم 17792. نعم، هذا هو الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أيضا وفي التحفة. في حقيقة رواه كثر هذا الحديث. يوضح هذا الحديث أن عائشة جاءها أخوها ومعه شخص آخر، ودخلوا عليها، دخلوا على عائشة وسألوها عن غسل الرسول، كيف غسل الرسول؟ فنهضت وأخذت صاع من الماء ووضعت حجاب بينها وبينهم فاغتسلت. أنا أتساءل، أما كان من الأجدى والأنفع أن تشرح لهم بفمها؟ ثانيا، ألم يكن في أمة الإسلام ذكور كي يذهبوا عندهم ويسألوهم؟ سألوا عائشة فقط، دخلوا عند عائشة كي يسألوها عن غسل النبي. ثم عندما وضعت الحجاب ماذا رأوا؟ إذا كان هناك حجاب بينها وبينهم واغتسلت، فهل رأوها كيف اغتسلت؟ بطبيعة الحال لن إذا كان هناك حجاب لن يرى أحد شيئا. إذا ما الهدف باغتسالها أمامهم بحجاب وهم لن يروها؟ الهدف تعليمي بطبيعة الحال، وإذا كان تعليميا، إذا كان هذا الهدف تعليمي، فيجب أن تكون عريانة أمامهم. هل تعرت أمامهم؟ هذا الحديث
كله على بعضه يظهر وضعه بشكل جلي واضح، فهو يبين حتى أن القاضي عياد علق وقال هو لقد عرت يعني نصفها الأعلى، وهذا يجوز أمام المحارم، وهؤلاء من محارمها. كيف محارمها؟ ذاك أخوها من الرضاعة، والآخر ابن أختها من الرضاعة، دائما يصنعون مسألة الرضاعة، خصوصا أنهم ينسبون إليها أنها كانت تأمر بإرضاع الكبار بشكل عجيب وغريب، وهذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيرها من الأحاديث. على العموم هذه أحاديث تسيء إلى أم المؤمنين عائشة، تسيء إلى زوج الرسول، ونجدها في صحيح البخاري، ولكن أمام في صحيح البخاري لا يستطيع أي واحد أن يتحدث، أي مسلم سني لا يستطيع أن يتحدث، ولكنهم يهينون الشيعة ويسبونهم ويخرجونهم من الملة إن انتقدوا عائشة، إن قالوا ليس معها الحق في فعل كذا، أو كانت تبغض عليا، أو في موقعة الجمل لم يكن معها الحق، وقد تعامل معها علي بن أبي طالب بشكل حضاري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجماعة بعد ما شفتوا الفيديو نتاع هذا الشيعي كما يقولوا اللي عنده التقية ما يبينش في الكلمة نتاعو سم الزعاف، نردوا عليه بعد الحمد والصلاة والسلام على رسول الله. قولوا له إن المسلم التقي الورع التكي الفطن النبيل لا يحتاج إلى قراءة الحديث قبل أن يحكم على قولهم وزعمهم بالكذب والتدليس والخداع، لأن البخاري رحمه الله تعالى ما كان لينقل لنا في صحيحه كلاما فيه نكارة عظمى، نكارة عظمى وإفكا مستقبحا، لأن الرجل كان عالما فقيها محدثا محيطا بخبايا الرواية وعللها، وبالتالي ما كان لتمر عليه مسألة كبيرة مثل هذه فيغفل عنها. هذا اسمه البخاري، مستحيل يعني خرجنا احنا من حديث الإفك ونزيد ندخلوا في إفك آخر، سبحان الله، يبحثوا على أي شاردة أو واردة باش يضربوا الإسلام، باش يضربوا الإسلام. وكيف تضرب عائشة واش معناتها؟ راك ضربت النبي صلى الله عليه وسلم، مابقاش راك ضربت النبي، ضربت في عرضه. حنا واش نقولوا له؟ ان المرء المتجرد من الاهواء الباحث عن الحق، هذا الحديث جاء بقصد التعريف بما كان من قدر الماء، قداه الماء اللي به تغتسل. تيسر يهضر النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي يقول للصحابة كيف تغتسل قولا وعملا. ها إذن فقال لنا في حياته بدليل تسمية البخاري الباب المتضمن لهذا الحديث الصحيح بباب الغسل بالصاع ونوعه، الصاع والنوع تاع الصاع. وش هو الصاع؟ الصاع هو ثلث الفراس نتاع الماء، تقدر تغتسل بثلث الفراس نتاع الماء فقط، سخون بارد، المهم الاغتسال. والاغتسال اي واحد يدخل يوتيوب ولا الكتب الفقهيه راهي متوفره ولله الحمد على المذاهب المذاهب الاربعه، ويشوف كيف الاغتسال. ونقولها يا جماعه حذري، ثم حذر من هذا الخبيث،
نعاود ونكرر، الحديث جاء لباب من باب تبيان كمية الغصب والنوع، مثلا الإناء ولا إبريق ولا. هنا بيسألها هو أخاها في الرضاعة، لقد سألها، يقصد أخوها الكم وليس الكيف، لأنه لم يرد عند قوله الكيف وإلا فلا معنى ذلك شرعا ولا عقلا. ثم إن الحجاب المضروب بينها وبين أخيها وبين أختها هو بمثابة من محارم الصغار الذين كانوا يدخلون عليها بلا حرج، ينفي أن يكون السائل كيف وإلا أجابت بالكلام لا بالفعل. هذا مكان، واستغفر الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم علمنا ما لم نعلم وما جهلنا، وبارك لنا في علمنا ورزقنا، ونتمنى من الإخوة ينتبهوا ما يقراوش برك، ما يقراوش برك، لأن الشياطين الإنسية قوات قوات، وعاد عندها الوسائل برك، قنوات في يوتيوب، انستغرام، تيليجرام، تويتر، فيسبوك، ويشرف السموم نتاعهم ليل ونهار. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.